اليوم جهزكم كوب قهوة معتبر بحيث أن بإذن الله ما في أي حاجة تضيع علينا. تمام، نبدأ في الشغل متاعنا. قلنا ناخد بوكس. اليوم هناخد عنصرين، مثلا ناخد سفير نكونوا الاثنين ونبدأ في الشغل عليه. تمام، السفير نخلوها عليه مستوى البيفوت الفوق، والبوكس عاوزين احنا نعطوه سيجمنت، خلوه 5 × 5 × 5. تمام، انا دائما نقول حولوا الى ايدج فيس عن طريق كليك يمين. ننسى ان هو F4 تحول على طول الى ايدج فيس، زي ما تشوفوا F4 تحولها الى ايدج فيس، المسقط اللي نتعامل معه. تمام، ونحول العنصرين convert to editable poly، والسفير convert to editable poly. هيك حولنا العنصرين الى editable poly، ونبدأ نتعامل مع العناصر بالطريقة اللي تناسبنا. طبعا احنا المحاضرة الماضية تكلمنا على الادت ايدج، ادت بوليجون. غطينا الادت بوليجون اللي هم اغلب الاوامر الخاصة بالادت بوليجون، الى حد ما احنا غطيناهم تقريبا كلهم. حاجة واحدة بس نزيده يعني شوية، في حاجات مثلا في الاكسترود، الاكسترود في حالة ان انا اعطيتهم اكسترود اللي هو ان يعطي ارتفاع، في حالة ان هو قلت لاني في الحالات الثلاثة جروب، هذا الشكل اللي نشوفه فيه امامنا، هذا شكل لما نعطي اكسترود ونقول له يكونوا جروب او لوكال نورمال او باي بوليجون. الاخيرة طبعا الأخيرة باي بوليجون بيكون نفس الشيء، ما فيش أي اختلاف. عفوا، ناخدو الثلاثة هادو ونقولو الاكسترود ونقولو له باي بوليجون، فنلاحظوا ان هنا ما فيش اختلاف. فكيف نشوفوا الاختلاف لما ناخدو مثلا الاثنين هوا ونقولو له اكسترود، لان السطح مش مستوي، هذا باي بوليجون. لو قلنا له لوكال نورمال حياخذهم الاثنين مع بعض بالطريقه هي، شوفها بالطريقه هي، يعني وصل البوليجون الاثنين مع بعض، ماليش علاقه باتجاه. تمام، طيب نسوي كنترول زد ونعطوه اكسترود باي جروب، فتلاحظوا ان هو هنا يعطيهم في نفس اتجاههم ويتقيد بمساحتهم، يتقيد بمساحتهم، فتلاحظوا في شطفه بالطريقه هي. تمام، ولو قلت له باي بوليجون بيعطيهم بالطريقه هي، كانوا مش متصلين. تمام، هذا في حاله انني اخذت البوليجون بالطريقة هي، لو أني اخذتها في الوسط ما فيش أي فرق، سواء بلوكال نورمال أو بوليجون أو جروب، فبيكون نفس الشيء. تمام، تمام، هذه النقطة اللي ممكن ما تكلمناش عليها بصورة واضحة. انسرت احنا شرحناها، بافل اللي هي عبارة عن اكسترود مضاف إليها الأوتلاين، الأوتلاين اللي هي يعطي البوليجون حجم يختلف سواء بالموجب أو السالب، والبافل عبارة عن تعطيه اكسترود وأوتلاين في نفس الوقت سواء بالموجب أو السالب. تمام، اللي هي أوتلاين، هذه أوتلاين واكسترود في نفس الوقت. تمام، وتقدر تطبق بها عدة تطبيقات، الشكل يصبح شكل من شكل بسيط إلى شكل معقد. يعني مثلا عندي سفير، نتركه
البوكس وناخذ السفير. مثلا السفير انا نبي نغير في السفير او الكره، خلينا نقول الكره مثلا، الكره عندي الاسطح هذه نبي نغير فيهم، نعطيهم نقدر مثلا بافل اصبحوا بالطريقه هي. بعدين خديتهم انا تراجعوا، اخذتهم القيمة كبيرة عالية شوية، قللوا في القيمة، تكون مدبب بالطريقة هي مثلا، وبالطريقة هي تمام. نقدر ناخذ الفيرتكس، الأربع فيرتكس هما، ونعطيهم شامفر، أصبح الشكل عندي بالطريقة هي. القاعدة متاعها تمام، فنقدر نشكل أنا بالطريقة اللي تناسبني. نقدر ناخد بالفيرتكس ونعطيه شامفر وهكذا، يعني يصبح الشكل معقد بدل من كان شكل بسيط، يصبح الشكل بالطريقة هي تمام. أو نقدر مثلا ناخذ البوليجون ونقولهم انسرت، نحولهم الى اسطح ثانيه ونعطوهم اكسترود مثلا، وهكذا نقدر نصنع الشيء اللي يناسبني. نقدر ناخذ الاسطح هذا مثلا، نعطيهم اكسترود ونعطيهم اكسترود ونعطيهم اكسترود وهكذا تمام، يصبح الشكل بالطريقة اللي تناسبني تمام. تمام هاينج فروم ايدج تكلمنا عليها. لو قلنا مثلا في حاجة هيك بسيطة، يعني هي كل عموما 3D Max تعتمد على الأفكار. فمثلا لو أنا اخذت مثلا البوليجون هذا وقلت له Hang from Edge وقلت له من فضلك خليه لي اللفان درجة 15 درجة واعطيني فيه سيجمنت 10 مثلا، واعطيني اللفان حيكون عليه البوليجون هذا الإج عفوا هذا، ونبدأ نعطي فيه بالطريقة هي لين يلف بالطريقة هي. فهي العملية عملية إننا تخيلية، نقدر نتخيل الشكل اللي يناسبني ونسوي عليه التعديل اللي يتماشى معه تمام. فلو أنا خليتها بطريقة هي أو يعني عدلتها بطريقة أخرى، أو يعني كأن كرة وفيها مقبض، يعني أصبحت شكل من الأشكال اللي نقدر نعدل عليهم تمام. تمام extrude along splines شرحناها تمام. هذا بالنسبة لي البوليجون. تقعدنا بعدين الباقي اللي هو الاليمنت، اديت اليمنت، قائمه الاديت اليمنت لو تلاحظوا انها تعتبر فاضيه. فلو انا اخذت الاليمنت مثلا هذا، اول شيء عندي انسرت فيرتكس اللي هو اضافه فيرتكس، نقول له ضيف لي فيرتكس، يضيف لي فيرتكس، وين ما نحط مكان يعطيني فيرتكس تمام. اديت فيرتكس حلو. فليب يعني يعكس لي السطح اللي انا واخده، انا واخد الاسطح الخارجيه ياخذ لي العكس الاسطح الداخليه. اديت تريانجل، تريانجليشن اللي هي موضوع قلنا حنتكلم عليه مستقبلا لان هي خاصه بالماتيريال تمام. لكن هي انتم لو تلاحظوا هذا البوليجون هو لما تعطيه اديت تريانجليشن بيعطيه التقسيمه الخاصه بال 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 بالشكل كمثلثات تمام، وهذه التقسيمه الاصليه، وتقدر تغير في اتجاهها
وطبعا قلنا احنا حنتعرضوا للموضوع هو في الـ في الـ في الماتيريال، حنتكلموا على الماتيريال، وتقدر ترجع التقسيم المثالي للشكل فبيكون بالطريقة هي. تمام، هذا بالنسبة لي الادي تريانجوليشن والتريم وانك ترجع التقسيمة الأصلية. تمام، هذا كل ما في الاليمنت، ما فيش أي حاجة تانية. الاليمنت يعني الاليمنت يعتبر أمر بسيط مش معقد، لكن خلينا من الاليمنت توا وناخده مثلا. احنا نبغى ناخده هذا نخفوه نديرو له هايد سيلكشن، ونبغى نتعامله مع الكرة. تمام، مجرد اننا نبي نعدل عليها الكرة تعديلات تتماشى معي. تمام، انا اول شيء لو اخذت مثلا من التوب نبدأ نغير في الشكل اللي عندي، ناخد مثلا الإدج اللي هو مثلا هذا مثلا وهذا. لو قلنا لهم لوب هنا حيلف لي بالطريقة هي اللي تشوف فيها. لو قلت لأنا مثلا الشكل هذا من فضلك أعطيني الخطوط هذه، أعطيني كونكت ما بينهم، فيعطيني خطوط زي ما تشوفوا. تمام، اوكي، نقول له اوكي تمام، اصبح عندي بوليغون جديد. لو تلاحظوا هنا او تقسيمات، نقدر نبدا نختار مثلا بالبوليغون، ناخذ واحد نجتاز واحد ناخذ واحد وهكذا بعمليه تبادليه، بحيث اني انا كل مرة نختار واحد ونسيب واحد. تمام، نختار واحد ونسيب واحد. طبعا بالضغط على الكنترول، بالضغط على الكنترول نقدر نختار أكثر من عنصر في نفس الوقت. تمام، لو أني أخطأت وانا نختار وانا ضغط على الكنترول اخترت هذا مثلا، نتجه الى الضغط على الالت ونضغط عليه مرة اخرى، فالكنترول تعتبر جمع والالت تعتبر طرح. تمام، نطرح فكرتنا على جنب ونبدو فيه، ضغط على الكنترول نختاره في مجموعة البوليغون اللي نشوف فيها بعملية تبادلية. تمام، قربنا ننتهى وانتهينا من الموضوع. نقدر نعطوا لهذا اكسترود مثلا، ما نعطوش قيمة عالية، نعطوا حاجة بسيطة بس. تمام، حلو، نقدر ناخده البوليغون أو خلينا على الفيرتكس. الفيرتكس هذا نقدر نسحبه، سحب، مجرد سحب، تمام، كويس، ونعطوه مثلا شنفر. عبارة عن تشكيل فقط، أنا ما درتش أي شيء يعني. تمام، عبارة عن تشكيل باشمهندسين، ونطلع به بالطريقة هي. لو طلعتوا الشكل أصبح عندي بالطريقة هي. تمام، بدأت نشكل في الشكل متاعي بالطريقة اللي تناسبني. نقدر نعطيه مثلا إكسترود، القاعدة بتاعها
أو لا نلغو الإكسترود، نقدر نسوي له تكبير بالطريقة هي، فنقدر أنا نتعامل مع الشكل بالطريقة اللي تناسبني. نكبر المحور الإكس والواي، أو نقدر نكبرهم في نفس الاتجاه. نخليهم بالطريقة هي. تمام، أصبح الشكل بالطريقة هذه. ناخذ الـ Edge، ونقدر نقوله للرينج حلف لي الشكل بالطريقة هي. أو اختينا يفترض الاثنين هادو، وقلنا للرينج حيلفهم لي بالطريقة هي. نقوله لا، نقدروا أمر كونكت مثلا، إذا ديتش كانت مقفولة نقوله لا خليهم اثنين من فضلك. فأصبح عندي بوليجون جديد. نقدروا ناخدو اللفه نختاروا بوليجون، أنا حددتها. أوكي تمام، نقدروا نختاروا مثلا بوليجون هادو بس، ونعطوهم مثلا إكسترود قيمة ما تكونش عالية، ونقدروا بالطريقة هي خلوهم مثلا. تمام، وناخدوا اللي تحتهم ونقولوا له اكسترود برضو لوكال نورمال، هو اوريدي اختار لوكال نورمال، ونقول له بالطريقة هي. فأصبح عندي شكل جديد نقدروا أنا بنعطي أمر ما زال مش مشرحناش، فا أوكي ما تتقيدوش بيه، اللي هو نشرحه توا في محاضرتنا هذه بإذن الله. ناخذ مثلا هادو من قائمة الأداة الجيومتري، نقول له خليهم لي على الجريد، يعني يسويهم لي بالجريد، بحيث ان هو يسويهم لي على السطح متاع الجريد. او نقول له خليهم بلان ميك بلان، يعني حنشرحه غير مجرد اني نبي نعطي الشكل بشكل جديد بالطريقة هي. تمام، تصبح كأنها قاعدة لفازة أو أي شيء، فنقدر أن نلعب فيه الشكل ونشكله بالطريقة اللي تناسبني، بحيث أنه هو نقدر نشتغل فيه أي شيء. تمام، ما زال نقدر نشتغل فيه عدة أشياء. نقدر ناخده الإتش مثلا أو البوليجون، اللي في الأسفل نقدر ناخدهم كلهم مثلا ونعطوهم إكسترود، أو نعطوهم إنسرت. تمام، وبعد الإنسرت نعطوهم إكسترود، ونعطوهم إكسترود مرة أخرى، وهكذا. تلاحظ إن الشكل كان كرة، أصبح بعد ما غيرنا فيه أصبح
الشكل نقدر نتحكمه فيه بالطريقة اللي تناسبنا، وما زال نقدر نتحكمه فيه بالطريقة اللي تناسبنا. لو اخذنا مثلا النقاط بطريقة تبادلية زي ما شفتوا وقلنا له شنفر أصبح عندي شكل بالطريقة هي، نقدر ناخذ البوليغون الناتج ونقول له انسرت ونقول له اكسترود انسرت ثم اكسترود. أصبحت نشكل في الشكل بالطريقة اللي أنا تتماشى معي. انسرت مثلا أصبح عندي شكل جديد يختلف اختلاف كلي على الشكل اللي أنا كان من البداية. نقدر نضيف فيرتكس مثلا ونقدر الفيرتكس هذه ناخذهم يعني كأنه مراجعة احنا اخذناها من عطيهم اكسترود بنسبة بسيطة. اصبح عندي شكل مزخرف شكل غريب على الشكل اللي أنا اخترته في البداية، لا يمثل الشكل الأصلي بأي صلة، ونقدر مازال ندير عليه التغييرات اللي تناسبني. تمام 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 هذا بالنسبة لي شبه مراجعة لبعض الأوامر بحيث ما تضيعش منه. احنا اتفقنا انه هو الشيء كل ما تراجع لفترات متباعدة كل ما يكون راسخ في الدماغ اكثر بإذن الله. لذلك طبعا ما زال نقدر نعدله عليه معدة التعديلات، ونقدر يعني مازال اننا مثلا نقدر ناخذ يعني عدة تغييرات نقدر نحدثها. مثلا ناخذ الايدج ونقول له لوب يلفه لي طبعا على حسب المخيلة متاعكم، وتقدر تقول له سبلت مثلا، وتقدر يصبح بالطريقة هي، وتقدر تاخذ البوردر هذا والبوردر هذا وتقول له بريدج. تقدر يعني عدة أشياء تقدر تتحكم فيها وتقدر تتعامل معها. تمام يكفينا من الشكل هذا، وناخدو الشكل متاعنا لا إله إلا الله عنا الـ أوكي أم هايد. ونبدو نتعاملو مع شكلنا الأصلي اللي هو البوكس. بنشوفه موضوع الادت جيومتري، احنا بدينا فيه الادت جيومتري
تكلمنا على الاختيار كيف انك انت تختار. كريت وكولابس تكلمنا عليهم. اتاتش وديتاتش. اتاتش وديتاتش، اتاتش اللي هي لو اني انا عندي اكثر من عنصر، مثلا وقلت لي مثلا من قائمة جيومتري، قلت له من فضلك سوي لي اتاتش لهو، أصبحوا جسم واحد، أصبحوا جسم واحد. لكن الجسم هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن اثنين إليمنت، هذا إليمنت وهذا إليمنت، يتعامل معهم كاثنين إليمنت لكن كجسم واحد. ولو إني أنا قلت له ديتاتش فيقول لي أنت تبي تفصل السلندر من البوكس، ونقول له مثلا أي نعم، بس سميه لي واحد واحد واحد. هنا حيتعامل لي مع هذا البوكس الحالة، تمام، حيتعامل لي مع الحالة والسلندر الحالة، تمام. ولو تلاحظوا أنا ما أتاتش أدت بولي للسلندر، بس هو أوريدي لما حولتها درت أتاتش خدي الصفات متاع الأدت بولي وأصبح برضو عنده أدت بولي. فهذا موضوع الأتاتش والديتاتش. أحيانا ناخده مثلا مجموعة بوليغون ونقوله مثلا هادو، ونقول لهم ديتاتش هل ينفع الكلام هذا؟ ينفع. يقول لي شو بتسميه؟ نسميه مثلا 3 3 3. فاوكي، هنا مجرد ما هنا نمشي لقائمة الأسماء ناخذ 3 3 3 أصبح عندي الشكل بالطريقة هي، اللي هو شكل آخر. افصل لي الأول عليه الثاني، تمام. هذه الأتاتش والديتاتش موضوعها بسيط جدا. عندي سلايس بلان وعندي سبليت. طبعا هنا في مهم جدا أنك تعرف أن لو لاحظتوا في البداية كانت مجرد ما نختار، فيبدأ يحدد لي في الاختيار متاعي الأشياء اللي مفتوحة، تمام. خلينا على البوليغون مثلا ونشوفوا شن الأشياء اللي مفتوحة في البوليغون. عندنا سلايس بلان. سلايس بلان موضوع حلو. فلو مثلا أنا عندي الشكل هذا وقلت سلايس بلان، لو تلاحظوا هنا جاب لي بلان لموضوع القطع، تمام. وهنا القطع عفوا نخفو السلندر أول شيء، تمام. وقلنا إحنا سلايس بلان بوليغون. فلو قلت أنا مثلا سلايس بلان، لو تلاحظوا إن هنا أنتج لي الخط هذا اللي هو عبارة عن قطع. لو تلاحظوا هنا عبارة عن قطع، تمام. هذا الخط الأصفر اللي نغير اللون بتاعنا لأن اللون هذا مش مبين مع اللون الأصفر، فلذلك بالطريقة هذه أفضل. والميزة إن السلايس بلان هنا نقدر نتحكم فيها، تمام. كيف نقدر نتحكم فيها؟ مثلا نسوي لها روتيشن بالطريقة هي، مثلا لو تلاحظوا في الخط الأصفر أنا ممكن أنتوا تلاحظوا فيه أو لا ما نعرفش، الخط الأصفر اللي هو واضح، تمام، كده واضح بالنسبة لكم، بس آه
مجرد ما مثلا ناخذ المحور اللي بنلف فيه لفاته بالطريقة هي، تلاحظوا الخط الأصفر هذا. لما نقول له مثلا split، شنو بيسوي لي split؟ split بيسوي لي إن هو يفصل لي مثلا العنصر تمام. فقلنا سلايس بلان اللي هو لو ان قلت له سلايس بلان يطلع لي الأداة القطع، ونقدر نتحكم فيها بان نسوي لها روتيشن مثلا، نقدر نرفعها او نخفضها. هنا لو اني انا مثلا اخذت الاليمنت كامل يختلف عليه البوليغون، فلو انا اخذت مثلا الاليمنت هذا تمام وقلت له سوي لي سلايس بلان، لو تلاحظوا الخط اللي هنا تلاحظوا هذا عليه نفس البلان، كل ما نحرك بيتحرك. فهنا مجرد ما نقول له مثلا سلايس هنا بيسوي لي قطع، لاحظوا ان هنا كان فيه قطع، كل ما نتحرك بالسلايس بلان متاعي ونقول له سلايس فبيقطع لي. لكن لو قلت له هنا اشرت له على السبلت هنا حيقسم لي العنصر الى اثنين. فهنا سبلت عفوا اسف انا ما سويت لهش سلايس، فنقول له سلايس ونسكر هذا كله ونبدا نتعامل، هذا يصبح اليمنت. ليش؟ لان لما سويت له سلايس فصل لي، بس هذا اليمنت كله على بعضه، هذا إليمنت لأن فصل كامل لما أشرت سبلت، بس هذا سوى فيه قطع، يعني عبارة عن أضاف لي إدج جديد بالطريقة هي تمام. بس هذا يعني عبارة عن قطع أصبح إليمنت جديد، ونقدر مثلا نخلوه صندوق مفتوح مثلا أو أي whatever يعني أي شيء. فهذا موضوع سلايس بلان مثلا كيف تسوي قطع أو عن طريق سبليت يسوي قطع إنه هو يفصل العنصرين من بعض، بس سلايس بلان بس يسوي لي الخط ويوضح لي إنني حنقطع في المنطقة هذه، بس مجرد ما نضغط على السلايس هنا حيفصل لي الجسم. لو اني انا مثلا مختار مجموعة بوليغون وحابب ان مجموعة البوليغون هادو يندر لهم مثلا سلايس بلان بالطريقة اللي مثلا مثلا يعني بطريقة هي، نقول له مثلا سلايس هنا حيسوي لي عفوا سلايس كان أعلى من السلايس فسوى لي قطع بالطريقة هي، أصبحت عندي مجموعة بوليغون جديدة نقدر نتحكم فيها تمام. هذا بالنسبة لي سلايس بلان، والفرق ما بين سلايس بدون سبلت وسلايس بسبلت. عندي أداة كويك سلايس والكت. كويك سلايس اللي هي موضوع لو تلاحظوا هنا مجرد ما نوقف عليه العنصر يطلع لي خط يبين لي وين الاتجاه اللي انت تبي تقطع فيه. أنا مختار بوليغون فحيمشي لي عليه، لكن أنا مش حنختار بوليغون، حنتعامل معه مثلا القطع بالطريقة هي أو نختار البوليغون مثلا
سوري نسكر الكويك سلايس، نختار البوليجون هادو مثلا، ونقولوا له مثلا كويك سلايس اللي هو من هنا الى هنا على حسب الخط او بالطريقة هي. مجرد ما نضغط من البداية يحدد لي النهاية متاعها فين، نضغط النهاية متاعها يعطيني قطع على طول، تمام، على حسب الاتجاه، تمام، اعطاني قطع بالطريقة هي. هذا بالنسبة لي السلايس بلان. السلايس بلان بالطريقة هي، ما الكت عبارة عن أداة. لو طلعتوا هنا مجرد ما أنا اخذت كت، لما نمشي للنقطة حيرسم لي أداة القطع وأمامها نقطة، يقول لي حتقطع في النقطة. لو على الخط حيوريني الخط، يقول لي حتقطع في الخط. لو على البوليجون حيقول لي حتقطع في البوليجون. نقدر نشكل بالطريقة هي، بس اللي لازم تفهمه ان لازم يتوصل بنقطة او خط، تمام، مش حيقعد بوليجون في الهواء بالطريقة هي، بس انا نقدر نشكل بالشكل اللي انا يناسبني، تمام، ويصبح عندي بوليجون جديد. هذا بوليجون وهذا بوليجون، هذا بوليجون وهذا بوليجون. فهذا موضوع الكت او القطع، ونقدر نتعامل معاه. مثلا انا نبي نحدد القطع متاعي من النقطة هذه، مثلا مجرد ان نقف عليها حيحدد لي النقطة، نقف على النقطة هذه يحدد لي النقطة، فيكون القطع متاعي صحيح بالطريقة هي من النقطة الى النقطة. كويس، تمام، سهل، ما فيش اي شيء، سهل، ما فيش اي شيء، بسيط جدا. عندنا بعد أدوات القطع عندنا حاجة اسمها المش سموت والتسلت، وهما إلى حد ما مرتبطين ببعض. المش سموت والتسلت مرتبطين ببعض. نجيبوا شكل جديد هذا لأنه يعتبر مستهلك. نبو نشوفه مثلا، عندي شكل البوكس بنعطوه 5 في الخمسة في الخمسة، تمام، واتفقنا ان احنا عن طريق اف 4 edge face، ونبدو اول شيء convert to editable poly ونتعامل مع الشكل متاعنا. تعالوا نلعبوا في الشكل هيك اللي أمامنا شوية، بحيث أنني نتعامل معه بالطريقة اللي نبيها، تمام. لو اخذنا مثلا، أو خلينا ناخذ الفيرتكس هادو، ونسوي لهم ريموف، متفقين معي؟ الإج نسوي لها ريموف، أصبح عندي شكل بالطريقة هي، تمام. ناخدوه كبوليجون. أنا مجرد بس نبي نشكل باش نقدر نشرح عليه بالطريقة اللي، تمام، حلو. ونعطوه اكسترود، لا سيدي الفاضل، نبوه بالماينس مش بال، مثلا بالطريقة هي، اوكي، تمام. عندي الشكل بالطريقة هي. نبغى نشوفه موضوع التسلت هذا او موضوع المش سموت، تمام. اول حاجة نمشوا لي قائمة المش سموت. مش سموت احنا نعرفوا الموضوع المش سموت، ان مثلا العنصر هذا بنقول له مش سموت،
تلاحظوا أنه هو سوالة تنعيم بطريقة زي ما تشوفوا كل ما نضغط عليه مش سموت حيعطيني تنعيم يزود الاتيريشن بحيث أنه هو يخليه أنعم أنعم أنعم. بس هذا طبعا تقيل جدا في الرندر، يعني لما نزود يعني يسبب، ونقدر نبدأ طبعا هو من الصفر للواحد، ما تحاولوش تزيده أكثر من الواحد، كل ما نزيد من الصفر للواحد وكل ما نزيد يعطي iteration إضافي ويزود تنعيم العنصر. تمام. عندي موضوع التسلا، لو اخذت البوليغون مثلا، بوليغون، لو اخذت البوليغون هذا وقلت له تسلا بيعيد تقسيم البوليغون الى أربعة، سوري يعني ممكن لأن سويت له ريموف وهو بطريقة هي أوكي مش مشكلة، ناخده هذا بس نقوله له تسلت فيقسمه لي إلى أربعة. كل ما نضيف تسلت بيقسم كل واحد منهم إلى أربعة بالطريقة هي. في شين ينفعني هذا؟ ينفعني في موضوع مثلا التنعيم، لو أنا مثلا اخذت هادو وقلت له وقلت له مثلا زود، وقلت له مثلا مش سموت للعنصر بالكامل، تمام. فتلاحظوا ان هنا التنعيم كان اكتر. ليش؟ لان كل ما تزيد الخطوط، كل ما السيجمنت، كل ما تكون مرونته اكتر في التنعيم، وهكذا. تمام. طبعا هنا لما اخذت السطح هذا لان في عندي الخطوط هادو، فهنا سوالي الخطوط هذه على كل خط قسم لي التسلا. تمام. الى حد ما نكتفوا، ما زالنا ميك بلانر اللي هو موضوع بيحول الشكل الى أو البوليغون اللي أنا مختارهم إلى سطح أملس، أو مثلا هذا البوليغون اللي اخترتهم نقول البوليغون هذا، أنا ممكن مأشر شيء بوليغون. تمام. البوليغون هذا لو سمحت خليهم لي بلان بالطريقة هي، ونقدر نخليهم في الاكس او في الواي او في الزد. تمام. حنشرحوه المحاضرة القادمة او في اتجاه المسقط الرؤية اللي هو view align او على الجريد وهكذا. نكتفوا بمحاضرتنا اليوم، ما زال لنا شيء بسيط بس في الأدد جيومتري ونخلصوا الأدد جيومتري. نبو أنا أترت أني أنا نوقف هنا لأن في بعض الأشياء الخاصة بالماتيريال مش حنشرحها لين نخش في الماتيريال، وحندخلوا التدريج بتاعنا توا بعد من في الجزء الأخير من الفيديو حنتكلم على جزئية كيف حنتدرج في الماكس. تمام. مرحبا بيك مرة أخرى. طبعا نبي نتكلم على تدريج المحاضرات نتاعنا كيف حيكون. أول شيء احنا طبعا بدينا في المودلينج أو النمذجة أو النحت، أو يعني كيف نشكله العنصر من شكل بسيط إلى شكل اللي يتناسب معنا. تمام. ومازال مستمرين في المودلينج
مازال في بعض الأمور الخاصة بالمودلينج. مجرد ما نخلصوا المودلينج هنتجه إلى الماتيريال. الماتيريال مهمة برضو، هنتكلموا على الماتيريال، هنعرف كيف نصنع الماتيريال، هندرس الماتيريال دراسة مستفيضة، كيف نقدروا كل خامة ولها يعني خصوصية، من انعكاس، من لمعان إلى انكسار إلى شفافية إلى ملمس خشونة، هذا كله حندرسوه وحنتكلموا عليه. ولازم نعرفوا كيف نصنعوا الماتيريال، ونبغوا نعرفوا الماتيريال نفسها كيف يعني تظبيط الماتيريال من الحجم إلى النوع إلى كيف ماشية الماتيريال بالضبط، يعني كيف نظبطها الماتيريال بحيث أنها تكون مناسبة. موضوع الماب والمابينج هذا كله حنتكلم عليه بالتفصيل بإذن الله، بحيث أنك أنت تضبط الماتيريال بتاعك. حنتكلم على الماتيريال الجاهزة والماتيريال اللي بتصنعها أنت، وبنتكلم عليه علاقة اللون أو الماتيريال الخامة بالضوء وبالظل والمادة، يعني لما تتعرض إلى ضوء مباشر موضوع اللمعان سبيكلر هذا كيف بيكون، وال يعني المنطقة اللي جاية في الظل كيف بتكون لونها، وهكذا هنتكلم عليها بالتفصيل بإذن الله. المادة لما يعني تكون مثلا طريقة الإكساء لازم تكون طريقة محترفة، يعني أنا ما نحطش مثلا سيراميك أو رخام يكون الحجم متاعها كبير. لازم نعرف كيف نضبط الماتيريال بحيث أنه بالحجم باللون بالكل شيء تكون طريقة محترفة. هذا حنتكلم عليه بإذن الله بالتفصيل، وبإذن الله مش حنترككم إلى أن تتمكنوا من الأمر هذا. بعدين حنتكلموا على الضوء، وطبعا بجانب الماتيريال أحيانا حنبدو نتكلموا جزئيا على الضوء، لأن حنتعرضوا له مع الماتيريال وكيف اختلاف المادة في حالة الضوء المباشر والضوء الغير مباشر، وحندرسوا بعدين الضوء والضوء المباشر والضوء الغير مباشر والضوء المحيط اللي هو في الانفايرمنت، الضوء التصادم نتيجة التصادمات متاع ارتداد الضوء، وكيف ينشأ لي موضوع الضوء الغير مباشر، وكيف يعني يحدث تصادم للريز الإشعاعات بتاع الضوء وتنور لي المنطقة المظلمة، وكيف يعني هذا كله حنتكلم عليه، وكيف أنا نزيل البقع الناتجة من ارتدادات الضوء، يعني هذا كله حنغطوه بإذن الله بالكامل. بعدين حندرسوا موضوع الرندر، وحنتكلم عن الرندر يعني بشكل مستفيض، وكيف نخرج العمل متاعي بشكل احترافي. بعد الرندر حنبدأ ندرس في البلاجنز الإضافات متاع الماكس، وهي عديدة. بعدين إذا أتيحت الفرصة أن احنا حنتكلم على الحركة، حتى هي بعد ما نخلصوا الكورس يعتبر البداية هذه، بعدين هنتكلموا على الحركة وكيف نقدر ندير الحركة في وحنحاول أن يعني ندخل الانيميشن بشوية بشوية في المحاضرات متاعي. هذا إلى حد ما كل شيء. إلى جانب ذلك هنتكلموا على النصائح اللي دائما نتكلموا عليها لأنها مهمة جدا ومتوافقة مع الماكس، لذلك نترك الماكس وندخل في النصيحة. احنا تكلمنا على إدارة الوقت وعلى القراءة أو المطالعة، تكلمنا على تطوير الذات وكيف الإنسان إنه هو يفطر إنه هو يطور من نفسه، والوقت احنا عندنا الوقت، نهتم بالوقت، يجب أن نهتم بالوقت، وهو الوقت يعني نطوره لصالحنا، هذا أهم شيء.
في شيء آخر مهم جدا اللي هو كيف تتحكم في العادات متاعك، وكيف تخلي دائما عندك عادات يعني جيدة، وكيف تتخلص من العادات السيئة. احنا بشر كلنا، وقلبنا عندنا عادات أو نكتسبوا في عادات سيئة أيا كانت، سواء عصبية سواء يعني. الشيء المهم أن الإنسان إذا اكتسب عادة مش حيترك العادة هذه إلا عن طريق اكتساب عادة أخرى. لذلك حاول أنك أنت تصنع لنفسك عادات، بأنك أنت تترك العادات السيئة إلى عادات أفضل. يعني مثلا إذا كنت أنت مثلا تخصص في وقت مثلا إلى مش مستفاد منه، في عادة مثلا معينة، ممكن أنت مثلا تخصص لها ساعات مثلا المطالعة، فتستبدلها بالعادات هي. من ضمن العادات السيئة واللي أنا وقع فيها كنت وحاليا جاهد في نفسي أني بنتخلص منها، موضوع الهاتف أكبر مصدر للإلهاء، متعب جدا الهاتف، وبالذات أول ما تصحى من النوم. حاول تكتسب أي عادات مفيدة، يعني الأخبار بالذات على مواقع السوشيال ميديا، هذه التويتر والفيسبوك مزعجة جدا، يعني للأسف الشديد المستوى الضحل جدا اللي في الصفحات، إلا من رحم ربي أغلب الصفحات، هذا مزعج جدا. فأنت يعني بداية اليوم بتاعك المفروض ما تكونش على السوشيال ميديا، هذا أهم شيء. حاول أنك أنت تبعد الهاتف عليك أقل شيء الساعة الأولى أول ما تصحى من النوم. يعني تصحى من النوم، يعني كل واحد وطبيعته، كل واحد يعني كيف اتجاهها. في اللي يعني عنده عادات معينة، وهنا دور كيف نكتسب العادات الحسنة والعادات الجيدة مهم جدا. لذلك حاول انك انت تكتسب عادات كويسة، من ضمنها القراءة، من ضمنها يعني أنا ما نقدرش نقول لك العادات اللي لأنها قد ما تتناسبش معاك، لكن انت شوف الشيء اللي انت تحبه وحاول تديره. يعني مثلا رياضة، مثلا كتاب، تتمشى مثلا، على حسب طبعا، على حسب كل واحد وشين يفضل. تمام، المهم تحاول انك انت تتجه لعادات كويسة، وهذا امر مهم جدا، لانه يتوقف عليه عدة امور. مجرد ما تبدأ اليوم متاعك، اذا كان اليوم متاعك كان في ازعاج، فانت حطيت لنفسك شرنقة حتلف عليك اليوم كله، حتقعد في الدائرة، هي دائرة الإزعاج. بعدين مجرد ما أنت تفتح الهاتف متاعك وتخش على الإزعاج متاعك، حتكتشف أن الهاتف إلها. يفترض بينا إحنا أن نحدد لنفسنا وقت للهاتف، مش الهاتف هو اللي حددنا وقت، لا، إحنا نحدد وقت للهاتف. إحنا مشكلتنا أن هو الهاتف واخدنا وإحنا نتبعوا فيه، وهذه المشكلة اللي إحنا واقعين فيها، إن إحنا نقعدوا تقعد أسير للعادات، هي من ضمنهم الهاتف. يعني أنت حتستنكر تقول لا، أنا واحد من الناس كنت أسير للعادة هي، وكنت 24 ساعة شبه 24 ساعة فاتح الهاتف متاعي، اتصال. أنا المفروض مبرمج عاداتي بحيث أنني نستفيد من الوقت، ما نضيعش الوقت، ما يخدنيش الهاتف، أنا اللي ناخد الهاتف.
فلذلك أمر مهم جدا هذا. حاولوا تهتموا به وحاولوا تبعدوه عليكم. إنتاجيتك هتزيد كل ما ابتعدت على الهاتف ووسائل الإرهاب بصفة عامة. تمام تمام، نكتفي بهذا القدر اليوم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. ملتقانا بإذن الله يوم السبت، فلذلك عندكم براح لا بأس به، ياريت تشتغلوا، ياريت إذا أمكن اللي باستطاعته يوريني الشغل متاعها، سواء على الصفحة صفحة أسرار التصميم على الفيسبوك أو في التعليقات. وبارك الله فيكم، مشكورين جدا على وقتكم التمين جدا جدا جدا، دائما نوع على أن وقتكم تمين جدا، وأنا شاكركم جدا 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 على تخصيص الوقت هذا. جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.